السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في كوزينتي انا وعروستي. اليوم باذن الله راح نديرو ندوزنو شخشوخه. بون انا دوكا في الليل، انا نحب ندوزنها في الليل باش الدرسه تاعها تدخلها مليح، وباذن الله كي نوض الصباح نردها قبلها نردها فوق الفرنو. ياك هكذا تاع العيد هكذا نديرو لها كيما مولفين، نوجدوها لا في وغدوها من داك الشهر تبات غير في الدرسه تاعها. نديروها في الفريجيدار، اللحم هذا كاع ندوزنوه نبيتوه في الفريجيدار، والغدوة نردو برك فوق الفرن. واش لازمنا لهاد الشخشوخه؟ بو حنا في العاصمه هنا ناكلها الشخشوخه، مي هو سي تان بلا تراديسيونيل، يعني تاع الشرق دو ليست، ناس الشرق يعيطوا لها شخشوخه. شخشوخه فوالا، كاين انواع بزاف تاع الشخشوخه. حنا نقولوا لهم بلي حنديروا شخشوخه تاع الفطير، تاع الفطير تاع العيد. كاين اللي يقولوا لها الفتات، وي وكاين حنا نقولوا لها الفطير. الفطير هذه هي، كل واحد كاش يعيط لها. وكان يعيط لها الورق، كان يقول لك تاع الورق باسكو كي رقيق. دونك لهاد الشخشوخه واش نديرو؟ لازمنا اللحم والدجاج. ميم عندكم اللحم ديروا طري في الدجاج، باسكو البنه تاع الدجاج تطلق في المرقه، في المرقه تاعها. لازمنا البصل راكو تشوفوا فيه، ما تقولوليش بزاف، حنا نقولوا باباها البصل. فوالا، باسكو لا ما درتو حبه ولا زوج هذه ما كاش منها تجيكم المرقه شرور وما تجيش بنينه، ما تجيش خاطره، ما تجيش خاطره وما تجيش بنينه. دونك لازمنا اللحم شويه، اللحم شويه الدجاج، البصل. راني نقول لكم هنا درت 5 حبات، والله بارك، ماشي دوك حبيبات صغار، نو حبات مسلمين. دو فاصون راهم يشوفوا لا كونتيتي راني دارتها. لازمنا راس الحانوت بحار العكري والطوماطيش نصبر. ما ننساوش بلي حنا حنديروا كوكوطا تاع العيد، فوالا حنديروا فيها الله يبارك. حنا في العيد دائما عندنا الضيف، عندنا الزايد. دونك راني درت عند الزايد هذه هي. دونك لازم نكونوا ان شاء الله باذن الله موجدين. هذه هي. دونك واش ندير؟ نبدا نحط الدجاج واللحم كامل هكذا لهنايا هكذا. ومام يجي زايد ساعه تشديه الفطور، يجي كاين ديما ديما كاين. وانا عندي وليدي بسلامتو راجل امينه، لازم يجيب واحد زود معاه، ديما كاش دايوغ دو ان شاء الله عندنا زوج صحاب زوج صحابو جايين. دونك هاك امينه فرغي هذا هكذايا. انا جو بريفير ندير ليغون، على بالي شخشوخه ما تجيش بليغون، بصح الله غالب يدي راهم كاع مجرحين، الحار والحار يدي راهم كاع مجرحين، الحار يحرق يحرقني. هذيك اللي نحب ندير لكم باش ندوزن. دونك واش نبدا ندير؟ هذا البصل كامل نرميه لداخل هكذا. ثم لازم نديروها في صحفه هكذا، ونبدا هنا ندوزن. حنا نقولوا الشخشوخه هذا حار، هاك الشخشوخه تحب شويه حار. أمينة ما تحبش الحار، هايا ما نكتروش بزاف. دوكا ندير العكري، نقولكم راني ندوزن بزاف باسكو الكوكوطا تاعي شوية كبيرة. هدا راس الحانوت، يعني باش نقولكم الشخشوخة بلا راس الحانوت ما درنا والو. هي الصح، هي في كلش لازم راس الحانوت. وحنا ما مطعم كي يكون هكذا تاع الضيف ولا هكذا، يا خي امينه نبيتوه نديرو له الدرسه ونديرو له نبيتوه والصباح نطيبوه. هذه الطوماطيش، ولو كان تخصني نزيد لها وسيسور نزيد لها. فوالا، ما لازمش الشحن ليها باسكو لو كان ما دوزوهاش مليح والله ما تجيكم بنينه. باش فوالا شويه تاع الزيت هكذا، شويه تاع الملح، صافي نخلطو من تحت للفوق. خلطي مليح باش يدخلو ديجا كي تشمي في الريحه امينه، ريحتها بدات تطلع، والبصل يحرق في العينين. يحرق في العينين هكذا، ندير مليح الداخل. نطيب اللحم دغدا ان شاء الله بربي الى الصباح كي نطيبوها، نطيب اللحم مع الدجاج. كي يكون الدجاج طاب نحيه ونخليه باش علاش يكمل يكمل، وعلاش نمشي الدجاج يدخل البنه تاع البصل تاع الدرسه هكذا. حنا ما نفلع على سيخ، نبيتو هكذايا ندوزنو نبيتو ونخليوه في
في الخزانات. نيجي الحاجه اللي تبات دائما تجي بنينه، تصبح بنينه، ما تشحوش عليها برك في الدوزين باش تجيكم الله الله، تجيكم بنينه ودرستها الشابه. هذه هي، وماشي نكذب عليكم انا، يعني احبابنا وناسنا كيديروا شخشوختنا تعجبهم بالبزاف. كاين شخشوخه كما تسكر يديروا لها اللفت، يديروا لها الخضره، كل واحد كاين بوسعاديه يعني يديروها ثاني شويه خضره. حنا لا لا، حنا هذه الشخشوخه تاع دوكال ولايه باتنا، هذه هي تاع دوكال تاعنا، هكذا نديروها بنينه بالبزاف. هانا فوالا هكذا، او دخلها الدرسه بيان كما راكم تشوفوا. دوكا نغطيها بالبابيي فين ونديرها في الفريجيدير فوالا، وغدو ان شاء الله باذن الله تعالى الى حيانا ربي نكملوها ونطيبوها قدامكم. هذه هي كاش ندوزو الشخشوخه تاعنا، ها هي كما قلت لكم بيتناها في الفريجيدير بالدرسه تاعها. انا اللي قسمتها على زوج، درت منها نص ودرت من هنا نص. دوكا واش ندير؟ ندير الغرفه تاع السكر بور كوبي لاسيديتي، صادير باش نحي لها القروسيه تاعها هكذا، ونخليها تكتك مليح حتى يدي الدرسه يدخل لها مليح، يتبان لها البصل والدرسه تدخل مليح في اللحم. من بعد هذيك باش نخلوها طيب هكذايا غير في اليدام تاعها وفي البصل حتى يدبل كامل، باسكو لو كان نديرو لها الماء دوكا البصل ما يدبلش. دونك خليها بوتي فو صادير نار قليله، ونخليها الدرسه كامل ولا هذاك البصل فوالا يدبل هذا مكان. ومن بعد باش نمرقها هكذا، هذه هي نخليها طيب فوالا. هاكو تشوفوا هاي تقلات مليح، شوفوا البصل كامل داب ما قعد والو هكذا. شوفوا المرقه كاش راهي خاطره وشابه. دوك هنا واش ندير؟ هنا نمرقها، نمرق غير بالجن بسم الله هكذايا. انا ما نمرقش بزاف يطيب لي اللحم، علاش ما نمرقش بزاف؟ باش يطيب اللحم في الدرسه تاعو، باش يجيكم بنين، يجيكم كي تاع العرس هكذا. مرقوا شويه برك، نزيد شويه برك فوالا هكذا، ما تكثروش المرقه، خليوه يطيب لكم اللحم بنين، الدرسه والمرقه تدخل مليح. من بعد هذيك كي نحي اللحم نعاود نمرق شويه، ومن بعد نوري لكم كيفاش ندير. شتوني نحيد كامل اللحم، اللحم ما قلت لكم ما نمرقش، كانت مرقه غير نص الكوكوطه كي شتيها امينه، باش نخليو اللحم تقعد فيه بنه شابه. دوكا واش ندير؟ نمرق بسم الله، هاي معمره بصل ما نخافش منها فوالا. ومن بعد ما نكذبش عليكم انا نذوق، ومن بعد الى راهي هكذا. واش ندير؟ نرمي لها حبيبات بطاطا، ماشي حاجه كبيره، لو كان زوج حبات حنا نقطعهم هكذا، نعيطو لهم مرايات نقولو دوي ورات ميخشان. هذا مكان غير باش تزيد تختار المرقه، هذه هي ماشي حاجه كبيره. زوج حبيبات في يعني في كوكوطه كبيره، يعني زوج حبيبات برك ماشي حاجه. واللي حاب ما يديرلهاش ما يديرلهاش، مي دو بريفيرونس تزيد تخطر تزيد تخطر المرقه فوالا. هذه هي فوالا، ونرمي لها حبيبه تاع الحار بيان سور، قرن تاع الحار قرن تاع الحار فوالا هكذايا، ونخليها طيب. دوك نقول لكم الشخشوخه هذه كيما يعني في البلاد ولا في كيما حنا على بال على اصلها تاع دوكا اللي يديروا الفول هذاك الابيض اللي منقي الحبه على زوج، هذاك يديروه مع المرقه اليابس ناشف اليابس الابيض مع المرقه يديروه، يديروه بالفول هكذا يا ميل كبيره ماشي داك الصغير. سينو انا نحب ولادي يحبوا شير حميصه، ندير ماشي حاجه كبيره ثاني يعني حاجه صغيره برك. حنا خلوها تكمل الطيب ومن بعد نوريها لكم كما تكون واجده في المترز تاعها ان شاء الله باذن الله. الشخشوخه اللي درناها مع بعض راهي قدامكم كما قلت لكم، درت على اللحم والدجاج. دونك هذه التسقيه تاعني سقيتها باش حنا لينا للدار. دونك واش نقول لكم، الكسره كي تجيبوها وتكون عندكم من قبل يا تفوروها، انا جو بريفير نديرها في المقله، نسخنها في المقله. هاكو تشوفوا هاي المرقه، هاكو تشوفوا كاش راهي، ها تجيكم خاطره تجيكم شابه. لازم كما قلت لكم تكثروا لها البصل باش تجيكم بنينه بالبزاف. دونك كما قلت لكم الكسره سخنوها في المقله خير، قطعوها وسخنوها في المقله، انا عندي خم اللي تفوروها. هذه هي، ومن بعد كي تسقيو ديروا شويه كسره، سقيو التسقيه الاولى
زيدوا فوقها الكسره يعني الفطير هذاك، زيدوا فوقها وزيدوا التسقيات الثانيه باش يعني امينه باش من تحت ومن برا تشرب مليح الفطير، يشرب مليح يشرب الملقى مليح. هذه ان شاء الله تكونوا تبعتوا لي زيتاب كامل وجربوها وتردوا لي لي كومونتير، ونقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بالف خير، نتوما حنايا وانتم الامه الاسلاميه كامل ان شاء الله. ها واش نقولوا، نعطيهم موعد واحد اخر ودي غوسات واحد اخرين، وجاينا الصيف ان شاء الله ان شاء الله ننوعوا شويه معاهم باذن الله، وربي ان شاء الله يلاقينا في ساعه الخير. ونقول لكم السلام عليكم.